في مثل هذا الأسبوع من عام 22 شنت قبيلة طمطير الآتية من الحجاز هجوما على مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية. المئات من أفراد العشائر العراقية الجنوبية قتلت على يد القبيلة التي تنتمي لجماعة سميت حينذاك بالإخوان، لطالما حذر منها الملك فيصل الأول وطلب المساعدة من البريطانيين للتصدي لها. وحديثنا عن هذا الموضوع زميل الصحفي في i24 نيوز عمر ربيع. تفضل عمر. إذا كما ذكرت يعني في المقدمة بشار، هذه الحادثة وقعت في مثل هذا الأسبوع من عام 1922، ولكن يمكن أن نقول أن لها وجه آخر، وهو ليس الصراع السعودي العراقي، وإنما للأسف يعني الصراع السني الشيعي في المنطقة. لماذا؟ لأن قبيلة مطير السعودية التي اعتنقت فكر ما يعرف بإخوان من أطاع الله، وهم الذراع العسكري يمكن القول للحركة الوهابية التي تحالفت مع آل سعود في تلك الفترة. ويعني ابن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية كان يريد أن يضبط هذه الميليشيات، ولكنها كانت تخرج عن طوعه في كل مرة، ويعني تريد التوسع فيما يعرف بالفتوحات وإعادة الفتوحات، وعلى حساب طوائف أخرى أهمها الشيعة في العراق. وبالتالي لم تكن حدودية أو سياسية بقدر ما كانت طائفية تقصد. صحيح، عقائدية أيضا، هذا صبغة أخرى من الصراع. ونريد أن نشير إلى أن يعني بعد هذه الغارة على مدينة الناصرية في العراق التي قتل بها المئات، كان هناك العديد من الخطوات. بداية هذه الخطوة هي أن العشائر العراقية الشيعية في المنطقة التي كانت هي الضحية لهذه الغارات اجتمعت بما يعرف في مؤتمر كربلاء. هذا المؤتمر يعني ليس فقط المدينة مقدسة، وإنما عقد في وقت مقدس، بمعنى أن التوقيت والمكان كان مقدسان للشيعة. وخلص هذا المؤتمر بأن العشائر تريد التسليح من الملك، يعني من الملك العراقي. وليس مؤتمر كربلاء هو الوحيد الذي جاء لحماية يعني العراقيين من السعوديين، وإنما أيضا كان هناك مؤتمران مهمان. الأول هو مؤتمر المحمرة في الذي عقد لم تكن السعودية آنذاك، صحيح، الثانية تأسست في الثلاثينات، صحيح، وأيضا مؤتمر أو معاهدة العقاير التي يعني منع البريطانيون الكويت من حضورها، هم وافقوا فقط على حضور ممثل من السعودية وممثل من العراق، وقاموا بترسيم الحدود بينهما. الذي نريد أن نستنتجه من هذه الواقعة التاريخية، أولا أن الصراع الشيعي السني هو متجذر في المنطقة، ثانيا يعني الحدود السياسية، يعني منح دواء سياسي لمشكلة عقائدية لا يفي بالغرض. والأمر الثالث هو أن اتفاقية العقاير التي نتج عنها ترسيم الحدود بين العراق وبين السعودية جلبت مشكلة أخرى، وهي الحدود العراقية الكويتية التي يعني حلت فقط بعد وقت قصير، وكانت سبب توتر في المنطقة ككل على مدى عشرات السنوات. صحيح. عمر ربيع الزميل الصحفي في i24 نيوز، شكرا جزيلا لك. Okay.